نرحب بحضراتكم من جديد. مما لا شك فيه أن الإبداع والفن هو صناعة مصرية خالصة، وورا كل موهبة تعب وجهد سنين لأم وأب تعبوا عشان يشوفوا يعني نجاح ولادهم وأن هم ينموا مواهب أولادهم. وإحنا في العيد قررنا أن احنا نقول شكرا لكل أم تعبت وسهرت أنها تقدر تنمي هذه المواهب. معانا النهاردة نموذج لواحدة من هذه الأمهات، الأستاذة منى أبو العيلة، والدة موهبة صغيرة سنا لكن كبيرة في الإنجاز والنجاح، وهي رنا أحمد عبد الوهاب الحاصلة على جائزة المبدع الصغير. صباح الخير على حضرتك يا أستاذة منى، كل سنة وحضرتك طيبة. صباح النور حبيبة قلبي، وكل سنة وانت طيبة والشعب المصري كله بخير وطيبين بإذن الله. وانت بصحة وسلامة. خلينا كده في البداية نتكلم معاكي عن رنا وموهبتها في عزف الكمان، كمان رحلتك معاها من مسرح الطفل لغاية جائزة المبدع الصغير. والله بصي، هي رنا من صغرها احنا حسينا ان هي موهوبة وميالة للموسيقى، فابتدينا ندخلها النشاطات اللي هي مرتبطة بالعزف وكده، فدخلت ورشة الأطفال وتعلمت يعني تمثل على المسرح وتعمل استعراضات كده، فلقينا إن الموسيقى عندها أعلى، فبس ابتدينا بقى نجري بقى في حوار إنها تقدم في الكونسرفاتوار وتبتدي ننمي الموهبة ديت، والحمد لله. الحمد لله والف مبروك يا استاذه منى، وكل سنه وحضرتك طيبه، ومبروك لرنا يعني. لكن خليني اعرف بقى شعورك لما تم تكليل هذه الرحله من الصبر واقول ايه والمصابره ايضا علشان خاطر في الاخر تفوز رنا بجائزه، جائزه بتحمل اسم مصر لجائزه الدوله للمبدع الصغير. استقبلت الخبر ده ازاي بالنسبه لك؟ أكيد كنا سعداء جدا جدا، وخاصة إن دي جايزة تعتبر كبيرة في مصر، لأن الراعي الرسمي ليها حرم سيادة الرئيس. نعم. فدي كانت بالنسبة لنا حاجة كبيرة جدا. إن الدولة تشجع المواهب، يعني رنا طلعت مسابقات كتيرة، طلعت في روسيا وطلعت مسابقة دولية تابعة للصين، والحمد لله، وعامله هنا مسابقتين في مصر وفايزه بالمراكز الاولى. فدي كانت الجائزه اللي هي بقى ايه، الدوله كمان ابتدت تشجعني. صحيح. فدي بتبقى حاجه جميله جدا، وهي كانت سعيده قوي بيها واحنا سعداء، وخاصة كمان إن سيادة الوزيرة وزيرة الثقافة دكتورة إيناس عبد الدايق كرمتها. فده كان حاجة جميلة قوي قوي. احنا كمان الحقيقة فخورين بيها ومبسوطين بيها جدا يا أستاذة منى، بس يعني ممكن البعض يعتقد انه مواهب، يعني خلي الموهبه دلوقتي عشان موهبه هتؤثر على الدراسه، فخليني اركز في الدراسه دلوقتي عشان ما اشغلش اولادي. اكيد كان في صعوبه عشان تقدري تنمي موهبه رنا، وزي حضرتك ما قلتي ابتديتي معاها رحلتك من المسرح، ويعني عديتوا بحاجات كتير لغايه ما وصلتوا للعزف على الكمان. ازاي قدرتي ان انت يعني تعرفي توأمي ما بين المذاكره وما بين ان انت تنمي هذه الموهبه؟ ازاي قدرتي تواجهي هذه الصعوبات؟ بصي، هي فعلا حاجه صعبه جدا، وخاصه في السن الصغير، لان بيبقى مذاكره مع عزف مع، وطبعا يعني جنب الموهبه لازم تثقلي الموهبه دي بالدراسه، فبيبقى صعب جدا. فاحنا كنا بنحاول ان احنا نظبط الوقت، بصي هو طالما الطفل عنده موهبه وحابب الحاجه اللي هو بيعملها، بتقدري انت تاثري بقى في انك تظبطي الوقت، لا هنذاكر ده دلوقتي، لا هنعزف دلوقتي، بيكون متجاوب معاكي يعني. بيكون متجاوب لغايه ما الحمد لله بتكبر سنه بسنه، فهي بقى ابتدت تظبط وقتها وبقت تعرف ايه المطلوب وكده. يعني مثلا كان في حفله عندها مع الاوركسترا السيمفوني، وكانوا قايلين لها انها هكون بعد العيد. فقعدت ما خرجتناش في العيد،
اللي في قاعدة مهتمة جدا. طب نخرج ونرجع، لا انا عندي حفلة مش هينفع. فكانت الحاجات دي بتبقى بتاخد مجهود، ويعني عارفة في حاجات كتيرة من الحياة بتضيع منها. طبعا صحيح. طبعا. بس اعتقد يعني حبسه العيد دي بالنسبه لكم كانت يعني على قلبكم زي العسل زي ما بيتقال يعني. اكيد، بس انا عايزه اقول لك على حاجه، بعديها الحفله اتلغت. مش مهم، بس يعني كان في اراده، وما تعرفيش ربنا بيكتب الخير دايما يعني في الوقت اللي ربنا بيحدده، لكن احنا بنسعى يعني. طيب الحمد لله. استاذه منى، انا عاوز اعرف، لان انا من الناس اللي بتؤمن ايمان شديد بفكره ان ما فيش نجاح وليد الصدفه، وورا قصه نجاح، ورا كل قصه نجاح دايما ما بيكون في تحديات. التحديات دي بتعتبر بمثابة دروس مستفادة فيما بعد. إيه أبرز التحديات اللي واجهتكم في رحلة رنا؟ والله بص، هي كان أصعب تحدي قابلناه لما البروفيسور بتاعها مات. بقى نجاح. رنا كانت، الله يخليك، رنا كانت كان مدرسها بروفيسور هنا في الكونسير. بعد موته هو ما يبقى له سنتين بالظبط، قابلنا ضرب جامد جدا، ان هي كانت حاسه ان نهايه العالم هتكمل مع مين. يعني ده كان بالنسبه لها حاجه كبيره جدا، لانه كان بيتدخل في كل حاجه حتى لبسها. نعم. ويمكن ده اول درس من الدروس المستفاده لفكره ان احنا ما نعلقش املنا دايما على اشخاص. دايما الاشخاص بيكونوا سبب، ربنا بيبعتهم لنا في اي رحله من رحلات النجاح، لكن الدنيا ما بتقفش ومش نهايه المطاف. الاستاذه منى ابو العلا والده رنا احمد الفائزه بجائزه المبدع الصغير، الف مبروك لرنا، وكل سنه وحضراتكم طيبين.